مرحبا، أنا اسمي آية علي حنيفي، عمري 16 سنة. أنا من مدينة منبج في سوريا، ونحن عايشين في تركيا من 6 سنين. لما وصلنا لتركيا الوضع كان أحسن بكتير بالنسبة لنا، ما عاد في لا أصوات إطلاق رصاص ولا أي شيء من هالشغلات. التحدي بالنسبة لنا هو اللغة التركية، ما كنا نحسن نحكيها، وبعدها التحقت بالمدرسة فورا وباشرت فيها، بلشت التزم دراستي، بعدين بلشت بزيارة هذا مركز جينشليك مركزي. كان صعب علينا أنه نفهم اللي حوالينا، ولقينا صعوبة كبيرة بالتواصل مع الجيران، وبلشت بتعليم اللغة، بالتعليم يعني اللغة التركية، وهذا المركز كان مفيد كتير بالنسبة لي حتى يساعدني على التواصل وغيره. عندي رفقات كتير هون، نروح ونرجع مع بعض ونتشارك العديد من الأنشطة واللغة التركية سوا، تعليم اللغة التركية سوا. بعد ما أكمل تعليمي إن شاء الله أتمنى أنه أصير دكتورة لحتى أحسن أعالج هالأطفال، وأتمنى من كل طفل سوري يتعلم ويحقق حلمه ويحسنوا يكملوا التعليم بعيد عن الحروب والقذف والأوضاع السيئة. وأتمنى أن تعود الابتسامة لوجوههم ولا تختفي أبداً.